بين. اذا اليوم لما يكون لما يطلع الشخص يقول المجلس هش ويطلع من عندي انا اكثر من 7 إلى 8 أو 9 لاعبين، انا اقول البركه فيك. انت اليوم منصبك نائب رئيس، يعني تشارك بالقرارات وتملك الماده وتملك القرار. كلنا نعرف انك تملك الماده وتملك القرار. اليوم لما اللاعب انا يطلع ب5000 وهذا يطلع ب10000 وهذا يطلع ب15000 وقاعد يروح الى نادي منافس، وشنو 10000 و5000؟ اي احنا نتكلم المبالغ، ايا كان المبلغ. بعد الله اقطع كلامك بالخير، اسمح لي بس. المبدا هو مو مبدا، المبدا ان مجلس الاداره ما اتخذ قرار بخروجهم. يقول احنا ما مو موافقين. ايش قاعد اقول لك انا؟ ايش قاعد اقول لك؟ دقيقه بس انا اشرح لك. انا الحين لما اقول لك مجلس اداره ما عنده القدره انه يمنع لاعبين من الخروج، ليش؟ لان اذا راح اخذ موافقه من خارج النادي من الشيخ طلال، مجلس الاداره ال 11 ما يملكون قرار انه يوقفون قرار الشيخ طلال، وهذا الشيء مو صحيح. الشيخ طلال رئيس اليوم، رئيس الاتحاد، رئيس قائمه الجميع، ينزل معاهم بالنادي ويتخذ القرار، لكن اذا اختار الاتحاد يكون ما له راي بنادي القادسيه بالمره. انتهى الموضوع. في 11 واحد ماسكين النادي، ال 11 ثلاثه مستقيلين، مو مستقيلين، ما كنا ندري. الشرهان استقال، اوكي الله يعطيه العافيه. النفيسي ما ندري هو مستقيل هو موجود. احنا يوم يمنا قلنا له ابيك توقع الشيك، قالوا هو باكر الصبح من الشاليه مش عارف ايش، ما يوقع اوراقه يروح للبريد البيت. بسام البسام الله يعطيك العافيه. شوف يعني احنا مجلس اداره كلهم كاشخاص اخواننا الكبار ونحترمهم ونعزهم ونقدرهم. احنا اليوم قاعد نتكلم عن شغلك، لا تزعل مني. انت سنتين قاعد بالبيت، هذول ثلاثه مو قاعد يدشون بالغرار. يقول لي ما في خلاف بين اعضاء مجلس الاداره. زين ايش رايك ان رضا معرفي ما يكلم رفاع الدحاني من زمان؟ بينهم مشكله ما يتكلمون، سلام ما يسلمون على بعض. قول لي لا. الزبده ان المجلس قاعد ياخذون قرارات اساسا هم 5 أو 4 اللي موجودين بالنادي، فلما ياخذون قرار يطلع باسم مجلس الاداره، هم ترى 3 أو 4 اللي ماخذين القرار، ماكو احد غيرهم. وال3 أو 4 يرجعون للشيخ طلال. خلاص لا تحط مجلس الاداره. لا يعني شوف، لما تقول لي فلان فلان ما يكلم فلان، يصير موقف شخصي. صار سنه ما يكلمون بعض الحين، صار يعني انت تختلف حيال مع تبع اخوك في البيت. يصير لك موقف زعلت على طق واحد ولده، ولا طق انت طقت ولدي، زعلت عليه ما حكينا اسبوع، بعدين عقب اسبوع تراب ما قاموا يقعدون مع بعض. هذا شيء الشغل واقف تشون على ان في مشكله في نادي اداريه في القادسيه. الخلاف ترى طبيعي، بعد الخلاف طبيعي يعني القادسيه ما اتمنى لا 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 هالكلام.